مطرحه من هو اليرزق؟ كيف بتعرف الشعب الجزيني؟ شو بتقول له؟ اليرزق أنا رئيس جمعية المعارض المؤتمرات في لبنان، رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية السعودية. بس الأهم من هذا كله أنه نحن بنعتبر أي مركز بيوصل له الإنسان هو وسيلة لتحقيق هدف، والإنسان هو اللي بيكبر المركز مش المركز بيكبر الإنسان. أنا أفتخر أن ابن منطقة جزين، ابن هذا القضاء، ابن مدينة جزين، اللي بيتمتع بصفات أو مميزات طبيعية بيئية من الله عليه بهذا القضاء، وبيتمتع بطيبة أهله وشعبه، وبنفتخر أنه نحن من هذا القضاء انطلقنا إلى العالمية، وصار عنا شركات بدول الخليج وعنا علاقات واتصالات، وهلأ الحمد لله عم نسعى جاهدين أنه نسخر علاقاتنا وقدراتنا وخبرتنا بتصرف هذا القضاء لإعادة إذا بدك الحيوية والنشاط والحياة لهذا القضاء الجميل. أداة تأثير مودانيتي اليوم تنقي إلي رزق بين أكثر 100 شخص مؤثرين بالعالم. هذا فعلا كان شرف كبير لأن أنه خصتنا في هذه المجلة العريقة لما عملوا اختيار على مين أكثر شخص لبناني مؤثر بالعالم، ولبنان يفتخر ويسخر بلبنانيين والانتشار، وحتى اللبنانيين الموجودين هون بتصدير الصورة الحقيقية للبنان، الهوية الحقيقية اللي هو الإبداع، الثقافة، الحضارة بكل المجالات، بكل الأنشطة الفنية، الثقافية، الاقتصادية، السياسية. ونحن الحمد لله تم اختيارنا لأنه يعني آخر سنة سنتين كن حاملين مسؤولية وحاملين قضية اللي هي مصلحة اللبنانيين العاملين بالخليج، وأنا دائما بقول لبنانيو الخليج هم ثروة لبنان ونفطه وعجوبة اقتصاده، لأنه هني هول اللبنانيين اللي بيحولوا على لبنان 7-8 مليار دولار، وهودي اللي العجوبة اللي مخلية الاقتصاد يقف على إجراء، لأنه الناس اليوم تسأل طيب لبنان بلد فيه ركود وجمود 0.5 وماكسيموم بيوصل 1% بالحوافز اللي بيطرحها مصرف لبنان، كيف هالاقتصاد واقف على إجراء تحويلات لبنانية والخليج؟ ونحن لما حملنا هذه القضية وحاولنا نتواصل مع القوى السياسية لتكون دائما مواقفهم خدمة لاقتصاد لبنان، عوض أخذ اقتصاد لبنان رهينة لمواقفهم السياسية، الحمد لله قدرنا تمكننا أن نحافظ على يعني أبسط إذا بدك أنواع العلاقات مع دول الخليج، لأنه كانت القوى السياسية والظروف ما عم بتساعد، بس تمكننا أن نحافظ على هالعلاقة الصداقة بين اللبناني المقيم دول الخليج. تقريبا على كلامك اليوم لو سمينا الأمور بأسمائها، حزب الله كان بفترة عامل مثل هجوم على الدول الخليجية، كيف بيقدر إلي رزق يوفق بين هيدي العلاقات مع أنه حضرتك رئيس هيئة هو بالحقيقة نحن لما كنا بزيارة مسؤولين من حزب الله كانوا مشكورين متفهمين كتير للقضية اللي مصلحة اللبنانية العاملين هونيك ومصلحة العلاقات اللبنانية الخليجية واللبنانية السعودية، ونحن توصلنا نحن وياهم لأرضية ولتفاهم مشترك انه اليوم بدنا نعرف كنا القانون اللبناني يجيز لأي قوة سياسية او حزب انه يعمل موقف سياسي اللي بده اياه، مع ضد يستنكر هذا حق مسموح، بس نحن كان عتبنا على لما يتم التعرض بالشخصي أو الإهانة والشتائم لقيادات خليجية، نحن ممكن لنا كل احترام ولبنان بتربطوا فيهم علاقات رسمية وطيدة، وفعلا كان الحزب جدا متفاهم وصار في التزام أنه لن يعود يتم التطرق إلى التعرض بالشتائم والإهانات لقادة تلك الدول، ونحن بالمقلب الآخر أظهرنا وأثبتنا للشعب الخليجي أنه الشعب اللبناني منه ناكل لجميل، الشعب اللبناني هو يدعم قضايا المحقة لأشقاء الخليجيين، خاصة دول الخليج كانت دائما تدعم القضايا المحقة للبنان، للقضية اللبنانية وقفت مع لبنان شعبا ودولة ومؤسسات، وتمكننا أنه أن ننزع فتيل الانفجار أو انهيار تلك العلاقات إلى أدى مستوياتها. هلأ ما زال علينا العمل أن نرفع الحذر من بعض دول الخليج على المجيء إلى لبنان، والحذر بتفرضه دولة الإمارات على رعاياها، لو نحن اليوم أمام موسم صيف والناس بتعرف كلها أنه لبنان في قطاعات مهمة تعتاج من موسم الصيف، وهذا موسم حيوي وشريان حيوي لضخ بعض الأموال بالسوق لتكبير حجم الاقتصاد. لننتقل لجزين ونشاطات الجزين اللي ما بتتوقف. الله يخليك.
حضرتك داعم للمزارعين وخصوصا مزارعي التفاح اليوم، شو كان تعليقك امبارح لما نزلوا مزارعي التفاح على الطريق وطالبوا بحقوقهم؟ شوفي، هو بالحقيقة لما نحن درسنا مشاكل وواقع منطقة جزين، أنا اللي عم بتعامل فيه مع منطقة جزين هو نوع من مسؤولية اجتماعية social responsibility اللي كلنا كأصحاب شركات وأصحاب مين منقوم فيه هذا المسؤولية الاجتماعية، ومنحاول نوع من الرد للمجتمع اللي أعطانا إياه المجتمع. وأنا لقيت أنه واجب علي كابن هذه المنطقة أني حاول رد لها نوع من الجميل، واني انا ما اسال شو بتعطيني جزين ومنطقه جزين، انا شو بدي اعطي منطقه جزين. لقينا انه حطينا رؤيه اسمها جزين 2020، جزين 2020، وهذه خارطه الطريق تبعها تعتمد على تكبير حجم الاقتصاد الجزيني، وضع جزين على خارطه المعالم السياحيه الدوليه، انشاء وترميم معالم سياحيه، دعم المبادرات الفرديه وتسويق المنتجات الزراعيه والحرفيه الجزيني. التفاح هو احد المنتجات اللي مدينه جزين بالتحديد بتعاني من مشكله تصريف. لقينا انه في تجارب انعملت بدول العالم تعمل التفاح كاتشيبس، رقائق التفاح، ووضعنا اسسنا شركه ليفيكور، وضعنا كل الكادر الوظيفي والرأسمال اللي يحتاجه اللي هلا سوف ينهز المليونين دولار بمرحلته الاولى. اخذنا المعمل اللي هلا عم يتم رينوفيشن ترميمه لحتى يكون مطابق لمواصفات الايزو، بلشنا بتصنيع المكنات، وبدا الفريق العمل يعمل تجارب المخبريه للوصول الى نتيجه اللي هي المميزات تبع هذا المنتج، انه اولا صحي خالي من الكوليسترول، 60 كالوري للي بيعمل رجيم، وطيب، وعم بيصرف انتاج التفاح، وعم بيأمن فرص عمل ل 28 شاب وبنت من منطقه جزين. شابنا الاول نحن هالمجموعه اللي فتنا بليفيكور اللي نحن في معنا فيها رئيس لجنه تجاره جزين الاستاذ انطوان رزق، معنا الدكتور سامر عون الاستاذ المحاضر بالايكونومي، ونفتخر بكل الجهود اللي عم يعملوها مع الشباب والصبايا وفريق العمل اللي فعلا انا رغم كل تجاربي بادارتي ومجالس الاداره بترأسها بشركاتي بالخليج، اجمل فريق بتعامل معه، انا بقعد بسمع له، بقعد بشوف كيف يتالق هو الفريق العمل الموجود من منطقه جزين باللي في كورب وبالابل شيبس تيم اللي انا بسميهم ذا جولدن تيم، يعني الفريق الذهبي. هلا اذا نحن تمكنا انه هو ان الله راد المعمل المفروض يبدا بالانتاج باواخر ايلول اوائل شهر تشرين مع موسم التفاح، نحن حنقوم بشراء كل الموسم، ما بيعود في مشكله، ونحث المزارع على تكبير الانتاج. لما بننتجه بنفتح له اسواق بعلاقاتنا وقدراتنا، يعني انا الحمد لله عندي الرغبه وعندي القدره، يعني اليوم مش مهم الواحد يكون بس عنده الرغبه انه يساعد، بدك يكون عنده القدره. نحن عم نسخر قدراتنا وخبراتنا وعلاقاتنا الدوليه بكل القطاعات الاقتصاديه بالخليج وباوروبا وباي دوله اخرى لتسويق منتجات جزين، والحمد لله اذا قدرنا نعمل هيك وقدرنا نأمن فرص عمل من كل حلينا مشكله التفاح. هلا الساحل عنده كمان مشاكله، نحن عملنا دراسات على زيت الزيتون، عملنا دراسات على الاكيديني، وعملنا دراسات على المنتجات الاخرى اللي بينتجها الساحل، وقمنا بعده لقاءات مع مخاتير ومع مزارعين من مناطق الساحل لحتى نطلع على الكميات اللي بينجوها، المشاكل اللي بيعانوا. هلا اليوم مش بس بيكفي انك تحطي اصبعك على المشكله او تحددي شو هي المشكله، كل العالم تعرف شو المشكله، كل اي ولد اليوم بيجي الزين تقولي له شو مشكلتك بالقضاء بيعد لك اياه. القوه هو انك انت تلاقي له حل لهالمشكله، تحطي له اياه على خطه الطريق. نحن ليش سمينا 20 جزين 2020؟ لانه بدك 3 سنين لتعملي انت حلول جذريه استراتيجيه وتنميه مستدامه، لحتى مش اليوم ولا موسم انتخابات في بعض المرشحين بيطلعوا بيعملوا وعود، خلصت الانتخابات راحت هذه الوعود، ولو اشتروا المنتج هذه السنه مين حيشتري السنه الجايه؟ لا، نحن عم نلاقي حلول استراتيجيه بشكل هالمزارع ما بقى يتكل لا على مرشحين ولا على ناس ظرفيين بيجوا بيوعدوه بهالفتره هي بيشتروا له المنتج وبعدين ما بيعود له. على ماذا تعتمد هذه الخطه؟ على 3 ركائز اساسيه، اولا تخفيف كلفه الانتاج، بدنا نساهم مع المزارع نعمل له تراكتورات، فراطات للزيتون، لانه اكتشفنا نحن كلفه انتاج زيت الزيتون بجزين بتزيد كثير عن كلفه انتاجه بالكوره، لانه العامل السوري عندنا بياخذ اكثر، ما عندنا فراطات اللي عندها اياها بالكوره. بدنا نساهم
مع المزارع انه نأمن له فراطات، نأمن له مواد كيماوي، نأمن له. نحن باتصالات مباشره مع معالي وزير الزراعه الاستاذ غازي زعيتر، وهناك اليوم اجراءات بدانا ناخذها لحتى نشوف كيفيه مساعده هذا المزارع. عندك حتى الصنوبر اللي بيطلع عنا ببكاسين عم بيكون اغلى من راس المتن، للاسف سنه ضربته هيدي دوده الصندل، واليوم عم بيتم في معالجه، بس حيكون عنا سنه سنتين ما عنا للاسف موسم الصنوبر. بس عامل السور اللي بكلف غالي كتير ليطلع على شجر الصنوبر، عم نتصل بجهات دوليه لاختراع شيء مكنات اوتوماتيكيه، واجتمعنا مع التعاونين مع رئيس البلديه بكاسين لنطلع كيف إننا نأمن له نحن وسائل انه تخفيف كلفه الانتاج على صنوبر. وبعدين من بعد ما نخففي له كلفه الانتاج بدك تعملي مواصفات ومقاييس، بدك تعملي كونسيستنسي بالكواليتي، يكون في ثبات بالنوعيه لتتلائم مع المواصفات الخليجيه ومواصفات الاسواق الاوروبيه. ومن بعد ما نلاقيها هاد بنلاقي له بنوجد له اسواق تصريف. بالنسبه لحضرتك عم بتقوله، بس التفاح من شيء اسبوع انرفض التفاح اللبناني يدخل على اسواق الامارات بسبب الكميه الكبيره من المبيدات، يعني الامارات بتحط مثل حدود لهذه المبيدات. نحن عم نتواصل مع سفارات دول مجلس التعاون الخليجي وخاصه سفاره المملكه العربيه السعوديه اللي هو مشكور سعاده القائم بالاعمال المستشار وليد بخاري، اللي دغري عم يدعمنا بفكره انه ايجاد طرق لتدريب وتاهيل المزارع اللبناني كيف يزرع بشكل بخفف عن حتى كنت باجتماع مع وزير الصناعه بخلال عودتنا من موسكو، كنا سوا عفر طياره، ووعدني انه هو حيعطيني مواد ما انا بايو ديجريدبل اند اورجانيك لتساعد المنتج يكون اكثر بيئي وقبول للاسواق الخليجيه خاصه. بالنسبه للابل شيبس، لما بيروح هذا التفاح على شكل ابل شيبس ما بتعود تقدر ترفضه اسواق الامارات. بالنسبه لسفرتك على موسكو، نعرف حضرتك اخذت كميه كبيره من المحاصيل والمنتوجات الشتويه والمنتجات، شو فيك تخبرنا عنها؟ بالحقيقه توفقنا كثير بهذه الزياره، نحن بنشكر الصديق رئيس هيئات الاقتصاديه الاستاذ محمد شقير ورئيس المجلس اللبناني الروسي للاعمال الاستاذ جاك صراف، اللي فتحوا لنا مجال انه نقعد مع كبار المسؤولين الروس من وزراء وحكام موسكو ورؤساء مجلس وزراء ونائب وزير الخارجيه. ونحن على هامش هذه الزياره واللقاءات الحمد لله اخذنا معنا عينات من قضاء جزين، كان زيت زيتون ولا زعتر ولا عسل اللي لقى قبول كبير، ونبيد الاحمر والابيض بينجو صديقنا الكابتن حبيب كرم اللي بنفتخر فيه ومنهنيه لانه اخذ جائزه من بوردو، يعني للنبيد اللبناني الجزيني الابيض ينافس ببوردو، هيدي شغله بترفع الراس. وكان في جدا قبول على النوعيه، واليوم نحن باتصالات مباشره واجتماعات ما بعد الزياره مع الجهات الرسميه اللبنانيه لايجاد اليه للتصدير لتسهيل الاجراءات الجمركيه وايجاد اليه للدفع. حيكون في هونيك وفد من تجار كبار روس اللي انا قدرت اتمكن اجتمع معهم بجهد من وزير الاستهلاك المحلي المشكور الروسي، اللي عمل لي اجتماع مثلا مع احد السوبر ماركت اكس 5 عنده 10,000 فرع، يعني حنكون عندنا 4-5 كبار المستوردين مواد غذائيه من روسيا، وحي بزيارتهم الى لبنان حيخصوا جزين بزياره. وب 23 ايار عم نشتغل على زياره لوفد تجاري سعودي كمان، ان شاء الله انه عم نحط اللمسات الاخيره. مزارع الزيتون عنده عتب على الي رزق، لانه بيعتبر انه سبق ووعد يصرف له انتاج الزيتون، زيت الزيتون، ولكن بعد ما لمس هالشيء لمس اليد. صحيح، لانه اول محاوله عملناها من سنتين كانت ارتطمت بعائق عدم قبول النوعية بالمختبرات، أخذت 3 عينات وبعتناها على عدة مختبرات للتصدير، لم يتم قبولها لأنه ما في مواصفات موحدة، وأنا لم أكن أفقه أنا ذات بعالم زيت الزيتون مثل اليوم، لأنه اليوم عملنا دراسة ودرسنا، وفي عندنا مثلا أحد المعاصر بلبعة عم تصدر زيت زيتون على أوليفيا إنكو على أكبر الشركات، واليوم نحن عم ناخذ
مواصفات السعودية، شو اللي بتتطلبه من زيت الزيتون، من وين عم تستورد، من فلسطين، من الأردن، من تونس، شو الأسعار اللي عم يستوردوه فيها، شو المواصفات اللي بدهم فيها، ليجي بهذا الزيارة المكررة ب23 يقعدوا هني مع المزارع ويقولوا له نحن بدنا هذه المواصفات، فيك تزرعها، فيك تعطينا إياها، نحن بناخذ لك زيتك بهذا السعر. المحاولة اللي عملناها من حوالي سنتين تم تصريف بعض الكميات بالمطاعم الداخلية، لأنه أنا كمان عندنا مونة على المطاعم والسوبر ماركت بالهيئات الاقتصادية زملائنا، وساهمنا بإدخال بعض المنتجات مثل جي جروف. جي جروف يعرف الرئيس جيلبير أنه أنا من أول متعاونين معهم، مع أنه يمكن لا ننتمي إلى نفس التيار السياسي، بس هذا تطبيقا للشعار اللي أنا طاله أنه إذا كان سياسي تخلفنا فالإنماء يجمعنا، ونحن فعلا عم نمارس كألي رزق فاونديشن هالسياسي مع كل القوى السياسية بغض النظر وشو كل واحد ميوله الانتخابية أو السياسية، وعم نحاول نصدر نساهم بتسويق كل ما ينتج في جزين. الحمد لله مثلا منتجات جي جروف تم قبولها بكل السوبر ماركت، إن كان بسوبر ماركت فهد أو بجوديز، وهلأ عم نتعاون نحن ويانا نساعده بتصدير هذه المنتجات، وأي منتج بيتم قبوله بالمطاعم اللبنانية عم ناخده. بس طيب يجيكي زيت زيتون، أنا دعمت من منطقة من ضيعة معينة بجرنان، دعمنا أنه نفوت 20 تنكي على أحد المطاعم الكبيرة، أنا دفعت فرق السعر لأنه صاحب المطعم بياخد من الكورة والمزارع بجرنية بده إياها أغلى، الفرق أنا دفعته. طيب رفضت الكمية، شو بعمل؟ شو بقدر أعمل؟ بس اليوم لما نيجي نقول له لهذا المزارع زيت الزيتون، خي انا بدي خفف لك كلفه انتاجك، انت اغلى من الكوره، يعني اليوم بالوجدان اللبناني لما بتقولي زيت زيتون مش واحد بفكر كوره، بعدين جزين لنقول، بعدين في مخدوشه، في عم نلاقي بمنطقه جزين في اذا بدك عدم توحيد لنوعيه زيت الزيتون، او يمكن المزارع زيت الزيتون بيقول لك اخي انا ما بعرف شو بدكم، يعني بدكم اياه حد ولا مش حد، مزبوط معه حد. نيجي نحن بنقول له الدول بدنا نصدر عليها هذا الزيت، شو المواصفات اللي بدكم اياه، وبنقول له للمزارع اللبناني فيك تنتج بهالمواصفات وبهالسعر، اذا قال لي ما بنقدر بهالسعر بنقول له ليه بدك مساعده بتخفيف كلفه الانتاج، خلينا نحط لها دراسات. بس هيدي كلها خارطه الطريق، يعني في رؤيه وفي خارطه الطريق، واليوم نحن عارفين لوين بدنا نوصل بقضاء جزين، والإنسان إذا ما بيعرف حاله يا سيد شيرين لوين بده يوصل، لوين رايح، ما بحياته بيوصل، مش هيك؟ نحن عارفين حالنا وين رايحين، بس بدها طريق، بتاخذ شوي وقت بالأول، بس لما تقلع بتقلع لحالها وبتكفي، بصير المواطن الجزيني لما تطلع بدك تحكي سياسي من كل منطقة جزين بصير تحكي سياسي، مش أنت عم تحكي سياسي بيقول لك يا أستاذ في عندي هالزيتات، ولا في عندي هالتفاحات، ولا في عندي هالأكاديمي، ولا طيب اليوم مشكلة الأكاديمي لما التقينا مع كل مزارعي الأكاديمي الموجودين أكثرهم بالساحل، لقينا إنه أغلبيتهم بيضمنوا أرضهم للسوري. صحيح. والسوري بينزل ببيع بحسبة صيدا، طيب أنا ما حاجي أسوي لمنتجات سورية، بترجع أنت بتضمن أرضك. نحن اقترحنا مشروع على كل مزارعي الساحل إنشاء كوب، وانا بمولها وبندعمهم بتمويلها، وهم بس اذا بيساهموا بتمويلها بمليون مليون ليره كل واحد، ليه؟ ليضل هو عم يربح من هون كمزارع وعم يربح. وعم نحكي مع بلديه عين المير ولبعن ويامنوا لنا ارض، وهم مشكورين الرئيس نادر مخول او الرئيس فادي رومانوس اللي ما بيقصر ابدا، شو ما بنطلب منه المنطقه بيامنوا ببلاش انه يامنوا لنا الارض. انا بقوم ببناء عليها انغار لنعمل سوق خضره حديث ومتطور، وبيخلي المستهلك يجي متكنك باوروبا. نحن رحنا على روسيا اكبر سوق خضره، مش معقول شو انبسطنا بجماليه هذا السوق، مش مثل واحد نازل على حزبه صيدا وبده يصير في فل. نحن مستعدين انه نعمل لهم هذه الشركه، وهن هلا صرنا عاملين معهم 3-4 اجتماعات، والكره في ملعبهم، هن انا ناطر منهم يقولوا نحن وافقنا هاي الشركه بتنعمل، هاي الارض، هاي الهونجار انبنى، تعوا بيعوا منتجاتكم وانا بعمل لكم دعايه وتسويق، لا انه يروح من المزارع الى المستهلك، منوفر هيك الفرق اللي كان ياخده الحسبة والتاجر والتاجر والتاجر، بيصير المزارع يشعر انه عم بياخد عائد على منتوجه الزراعي بشكل اكبر واعلى، وبيحفزه انه يرجع يتوجه على الزراعة، والمستهلك عم ياخد منتج ارخص مما عم ياخده من غيره بنوعية جيدة. بقى نحن عم نعطيكي مشاكل بس عم نعطيكي حلول، عم نعطيكي شعارات وعم نعمل حلول على الارض وعم نمشي فيها. هلا بدها شويه وقت، نحن امتى بدانا بهيدي الرؤيه وامتى بدانا بها حتبلش تلمس منطقه جزين واهلها ابتداء من ثاني منتصف. نحن اول منتصف من هذا العام بلشنا نقول لهم للناس شو بدنا نعمل، لاني انا دائما اؤمن بقولنا والعمل، مثل النشيد الوطني، لا اؤمن بقولنا فقط ولا اؤمن بالعمل دون القول، مش هيك؟ نعم. نشيد وطني قال لك قولنا والعمل،
نحن عم نعمل قولنا وعم نقولكم هذا هو العمل. صار عندنا مكتب بجزين اللي في كوب، صار عندنا مكتب بلبعاء، قدمنا اياه مشكور الرئيس فادي رومانوس نائب رئيس الاتحاد، هو صار في اكيب موظف بليفي كورب عم بيقوم بالاعمال المخبريه والتجريبيه. بدنا نبلش اعمال الترميم للمعمل اللي بده لانتاج رقائق التفاح، وبده ينتج عده منتجات اخرى. بنرجع بنزرع باذنجان، بنرجع بنزرع بندوره، خيار، لانه هناك العديد من الافكار فينا نعملها كليفي كورب. نحن عم نتعاون مع تعاونيه ببلدي بعزور بمنتج البيض، اخذنا عينات على السعوديه واخذنا المواصفات المختبريه اللي هي تم الموافقه عليها، بعدها بس بانتظار عمليه نطبع على كل بيضه تاريخ. هيدي مثلا ما كان حاعشي على الدولار، لما الناس تقول اجى لي رزق وعدنا يصدر البيت، خي مزبوط وافقنا وسعرنا. طيب السوق السعودي بيقول لك انا بدي تختم لي على كل بيضه تاريخ الانتاج، شايف؟ جينا على التعاونيه قال لي نحن هاي بتكلفنا 20,000. طيب بدنا نلاقي هلا حل نأمن لهم اياها هيدي المكنه لنطبع ال 20، بتروح البضاعه على السعوديه، عرفتي؟ في كثير خطوات مشينا عليها وسيرين عليها، وبدنا من هون لل 2020 بتكون انتهت هالهدا. غير الزراعه نعرف انك على علاقات كثير جيده بسبب مركزك، رئيس جمعيه المؤتمرات والمعارض، قادر تنشط السياحه بجزين. نعم. شو فيك تخبرنا عن هالمشروع؟ بالحقيقه جزين تتمتع باحلى مناظر طبيعيه بيئيه سياحيه، تتمتع اليوم بأحلى بنية تحتية، فيها طرقات، فيها شبكات، هلأ بدها شوي تعديل شوي تظبيط ماشي، وعندها أحلى مطاعم وأوتيلات. هلأ شو بدها جزين؟ تسويق، عملية تسويق ممنهج لنشوف أي نوع سياحة، لأنه جزين هي بلدة اصطيافية. هلأ الساحل يختلف، الساحل أو الوسط يختلف عن المدينة. بدك تيجي أنت تحطي لها أولا شو دور جزين السياحي، بدك تعملي معالم سياحية. نحن عندنا الشلة، في عنا مثلا لازم نبني حوافز للسواح. هلا الايكو توريزم بيمشي كتير بجزين، الهايكينج، بدنا نعمل مشاريع، افتكرنا نعمل لندن ايل على الاي على الشلوف. اهم شيء جزين بحاجه انها تعمل جزين بروموشن بورد، مجلس جزين الترويجي. شو بيعمل هذا؟ بيكون مؤلف من كل اصحاب المطاعم والمؤسسات السياحيه اللي هن بيعرفوا. نحن باليوم مثلا باتصالاتنا مع الروس ومع معالي وزير السياحه المشكور افيديز، اتفقنا انه حنطلع على موسكو وفد من مناطق لبنانيه لنقول لهم للروس تعوا على لبنان. وحكينا مع رئيس الاتحاد السيد خليل حرفوش اللي دغري مشكور قال انا حاضر انه نكون جزين مشاركه منطقه جزين كاتحاد، وبيطلعوا المطاعم والاوتيلات بيعملوا باكجينج مع الروس، تعوا على جزين لما بتيجوا على لبنان، بنقدم لكم اكل وشرب ونوم، بس بنامن لكم كمان هايكينج وكذا وبنجي جامبينج، لازم نعمل حوافز. ولكن حتى اليوم بنحكي جزين كجزين وساحل كساحل، كأنه مش مختلطين مع بعض. انا دائما لما بقول جزين بقصد القضاء، بقصد المنطقه، بقصد كل الساحلا ووسطا ومدينه وجبلا، ماشي؟ بس اليوم انت لازم لما بتفوتي بالمايكرو بدك تحلي مشكله القضاء، ما فيك تاخذيهم كلهم كان في نفس الهموم والمشاكل والهواجس. اليوم اسهل بكثير بالساحل يكون فيها ناس صيف شتي، لانه الساحل قريب على صيدا، الساحل هناك اوريدي مؤسسات تجاريه تتفاعل يوميا مع قضاء صيدا، مع بيروت، مع المينا، فيك تعملي فيها. المشروع الثاني اللي عم نفكر فيه هو انشاء مدينه صناعيه، كمان بدنا بالتعاون مع اتحاد البلديات او مع نمشي على ناخذ مساحات ارض كبيره، نحن نعطي حوافز لاصدقائنا بالجمعيه الصناعيين اللبنانيين انه يجوا يفتحوا مصانع او ديبويات بهالمدينه الصناعيه، بس بلاش ما ناخذ منهم لا حق ارض ولا اجار، بس شو بنعمل نحن بالمقابل؟ بنعمل شركه اوبريشن اند مينتنس لهالمدينه، صيانه وتشغيل، بنشغل تكون كلها من ابناء جزين، ونفرض على كل مصنع انه يوظف عدد مينيموم 10 من جزين او 20 من جزين، واعطيناه حوافز انه يكون معفى من الضرائب على 10 سنين من ايدال، لانه تعتبر جولدن زون. لما بتعملي هيك مدينه صناعيه وبتعملي حوافز للصناعات والمستودعات تطلع بعلاقاتنا وباتصالاتنا، وهيدي بدها جهود جماعيه، نحن كل اللي عم نطلعه وقلناه بكل خطاباتنا انه نحن بدنا تضافر الجهود ونتعاون مع الفعاليات البلديه والسياسيه والعائليه والحزبيه والمدنيه والاهليه كلها، والا هيك ما بينجح واحد لحاله يطلع يقول انا بدي اعمل انماء واخذ الكريدت. لا، نحن ابدا ابدا ما عم نفتش على كريدت، عم نفتش على ريزلتس، عم نفتش على نتيجه. انا افضل 100 مره اكون على خطا وتطلع النتيجه صح، ان يكون مره على صواب وتطلع النتيجه غلط. خي نحن بدنا نتيجه
حد من النزوح، تأمين فرص عمل لمئة شاب وبنت بيتخرجوا سنويا من ثانويات جزين الرسمي أو المدارس الموجودة فوق والمهنية، بيتوجهوا على بيروت بحثا عن الطلب العلمي أو بيسافروا أمريكا. تحدي الكبير رجعهم على قضاء جزين أو على منطقة جزين بوظائفهم، ساعتها نسكن بجزين المدينة أو بروم أو بأيتولي أو ببكسين أو بلبعة أو بعينمير أو بوادي الليمون، وين ما سكن من مناطق جزين هو شغله بمنطقة جزين. بالنسبة لاعتصام الشاحنات ما فينا نطلب منه لأنه رجع نطلنا الثلاثة، نعم، لأنه توعدوا أنه الثلاثة يجعز، نعم. جزين كمان فيها مرامل وكسارات، نعم. قدي فينا نحد من هيدي الوطئة هيدا؟ هيدي لازم علينا كلنا سوا أنه نوقف صحات منيع بالنسبة لحماية البيئة ونمضي قدما بهذا القرار. أنا مبارح كانت عم تعشى وسائبت فيه رئيس الاتحاد العام دكتور بشارة الأسمن، نفتخر فيه، نفتخر فيه انه وصل الى هذا المركز ونحن داعمينه كهيئة اقتصادية وكقطاع خاص. امبارح اكد لي انه هو كمان ضد هذا المشهد وانه هو يستنكر هذا المشهد. هلا اليوم لهم حق اصحاب الشاحنات يقولوا طيب نحن اذا وقفتوا لنا هذه مصدر الرزق اللي هو بيسبب ضرر البيئة، اعطونا فينا نعطيهم بديل، فينا نخلق بدائل، بس ما بنيجي نقطع ونسكر طرقات على الناس وهن يمكن شعروا فداحة ما ارتكبتهم ايديهم وصاروا هلا عم بيروحوا على اجراءات ما ياثروا على المواطن. ولكن ما بتعتبرها هيدي الرسالة السياسية اليوم انه قادرين اصحاب الشاحنات يسكروا طرقات، يسكروا الاعمال، الحياه اليوميه للمواطنين كافه، وبذات الوقت وزير الداخليه تاخر بقراره. يعني اليوم الشعب عم بيعاتبوا وزير الداخليه. للاسف نحن اليوم لما بناخذ كهيئات اقتصاديه لبنان بالمكرو بنطلع فيه على حسابنا وبتمويل منا، وكل الوفد الرسمي اللي كان معنا من وزراء ونواب بيعرفوا انه كان كل اللي عم نعمله نحن من سنتين ثلاثه اربعه لورا بكل زياراتنا للدول على حسابنا لنعمل شو؟ لنحافظ اذا بدك اولا على صوره لبنان ودور لبنان الحضاري واقتصاد لبنان، لانه اليوم انا بقول الاقتصاد اولا، وعلى كل القوى السياسيه ان توضع سياسات خدمه لاقتصاد لبنان. عوض اخذ اقتصاد لبنان رهيني لمواقفها السياسيه. بدنا نكون كلنا على قدر من الحس والمسؤولية، انه ما بقى عنا نحن القدرة او الرغبة ان نتمادى بالاستهتار بالعجز المالي للدولة وبالدين العام اللي وصل نهز 80 مليار وصارت خدمته 5 مليار، وعندك عجز صار يعني دولة مفلسة، واذا كفينا بهذه القصة ونهار الهيكل حينهار على كل الاحزاب كل الطوائف كل المذاهب كل فئات المجتمع. اليوم نحن ندعو إلى نضج وطني من كل الفئات، وهذا ما واحد يأخذ من بعض حماري ما ينبت حشيش، ما واحد يتطلع إذا أنا مصلحتي وقفت بدي أخرب البلد، وهي الثقافة للأسف موجودة بذهنية المواطن اللبناني. بدنا نرجع ناخده على ثقافة المواطن. يعني اليوم ببلاد أوروبا بلاد حضرية ما نعمل مشاريع على حساب مواطن واتخذت أراضي ونعملت ليطلع أوتوستراد، وهذا المواطن كان يلزم بالقانون. علينا أن نطبق القوانين بحذافيرها دون استنسبية أو دون انتقائية، وعلينا كمان كقوى سياسية أن نبتعد عن إرسال رسائل سياسية إلى بعضنا البعض. كون أنا هدف أني زكسكك قانون انتخاب بنزل شحنات لعرقلك الساعة وبنزل لك ساعة أمصان صود وساعة أمصان بيض وساعة كولوري. يعني لازم هالقوى السياسية أن تتمتع بنوعية من النضج لإدارة هذه البلاد، لأنه نحن عم ننمو سرنا لما بنقعد بلقاءاتنا الدولية مع المسؤولين منلاقي فاقدين المصداقية والثقة في لبنان، مع أنه لبنان يتمتع بأحسن نسبة استقرار أمني، بس لا يتمتع بأي أدنى نضج سياسي لإحترام أولا الاستحقاقات الدستورية من انتخاب رئيس جمهورية. كلنا شفنا عانينا ما عانيناه، انتخاب مجلس نيابي. هون بيلفتني أنا سؤال دائما بتسأله، أنه غريب كيف أيام الوصاية السورية كان يتم إنجاز الاستحقاق النيابي بمواعيد بدون أي تأجيل، حتى أبان كان الجنوب محتل من العدو الصهيوني إمنا بانتخابات نيابية وصارت نصوت نحن أولاد جزين على بير حسن. لما انتفت كل الوصايات والاحتلالات وكل هذا، نحن لقينا حالنا لما صرنا لبناني وبدنا يكون قرارنا لبناني، عجزت هذه القوى التي لا تتمتع بأي أدنى من النضج السياسي عن إنجاز هذا الاستحقاق اللي عم بتخلي الدولة اللبنانية تفقد مصداقيتها.
ولكن الحمد لله نحن كقطاع خاص عم نلعب محل الدولي كحكومة ظل كقوة قادرة على التواصل مع المجتمع الدولي وعلى إبقاء نوع من العلاقات التجارية أو الحد الأدنى. نحن طبعا لسنا بسعداء أنه لوين عم نوصل لهلأ، بعد فينا نعمل الكثير، بعد فينا نصدر كثير، بعد فينا نكبر حجم اقتصادنا، ولكن للأسف قلة النضج بهالقوة السياسية والدناتهم، يعني أنا بيأسفني أقول والدنات، عم تخلينا كل ما نعمل خطوة لقدام نرجع 10 لورا. أحد مستثمرين لبنانيين مبارح حكاني من قبرص، لأنه طار ينقل أعماله لقبرص، وعم يسألني شو صاير عندكم بلبنان، وأنه عم بيحضر هالأخبار. قال لي بتطلع لبرا يا شيخ، بتعمل أشغالك، بتحس بتصير عم تركز على شغلك، بتجي بتفتح هالأخبار بتقول اشتقت لبنان، بدي يرجع، بتشوف الأخبار بترجع بتسكر هالتلفزيون. طيب هذا اللبناني المنتشر عم بيقول هيك، كيف بدي يجيب الخليجي، كيف بدي يجيب الأوروبي، كيف بدي يجيب الروسي يجي على لبنان مع هيك أخبار وهيك تلفزيونات وهيك ممارسات لا تنم إلى المسؤولية بأي صلة. اليوم لبنان ينهار، لبنان اليوم لا يتعرض لأي احتلال إسرائيلي ولا أي وصاية سورية ولا أي قوة تحرير فلسطينية ولا أي تدا. شو عم بيتعرض له لبنان لحتى ما نجي نحن نقوم ونعمل نمو اقتصادي ونأمن معدل دخل فرد للمواطن اللبناني يصون كرامته ويأمن له عايش كريم؟ قبل ما انتقل على الناحية السياسية، بما أنه بعدنا بالاقتصاد، بدي أسألك قدي تأثير اليد العامة السورية اللي سبق وطرحتها حضرتك، نعم، قدي تأثير اليوم على جزين، جزين كمزارع، جزين كتجارة، جزين كسياحة بكافة المجالات، نعم. علينا أن نحول هذا الوجود من نقمة إلى نعمة. كيف؟ اليوم في بعض القطاعات في منطقة جزين وحتى في المناطق اللبنانية بحاجة إلى يد العمال السورية، والقانون أجاز لتلك العمالة أن تعمل بأي قطاعات، قطاع النظافة، الزراعة، والبناء والمقاولات. علينا اليوم أنه أن نحد من قدرة السوري على أن يفتح مؤسسة صغيرة بضارفية على لبنان، لأنه العمود الفقري لاقتصادنا يعتمد على SMEs، الشركات الصغرى والمتوسطة، خاصة الانتربرنور اللي هو بيبقى هو الاب والابن والروح القدس، هو ومرته وابنه عم يشتغلوا بقى. هيدا اجى السوري اليوم عم بيضارب عليهم، صار عم بيفتح محلات مقابلهم على البلديات بقضاء جزين واتحاد بلدي بجزين بالمناطق الاخرى، ان يمارسوا اللامركزية الادارية ويمارسوا ضوابط على الوجود السوري لديهم، ان لا يعطوا تراخيص لاي سوري اللي فتح محل من أي شيء ضارب فيه على لبناني، أو أن يقوم أي أعمال خارجة عن التي أجاز له القانون اللي هي النظافة، الزراعة والمقاولات. هلأ بالقطاعات السياحية موجودة بجزين، أصحاب المنشآت السياحية عم تقول لك طيب أنا خي بدي لبناني يعمل جرسون، بتلاقي لبناني يعمل جرسون، بيرجع بيقول لك طيب إذا أنا بدي يعمل كومي أو جرسون، اللبناني بياخد لنقول 600 دولار، السوري بيجي ب300 أرخص. طيب كيف بحل هالمشكلة الفرق بالسعر؟ بفرض كوزارة عمل على العامل السوري الضرائب والرسوم التي من المفترض أن أفرضها عليه لحتى يصير يتساوى بكلفته مثله مثل اللبناني. يعني تعقيباً على هذا الكلام، عنا الأكاديمي بالساحل عم يجي العامل السوري بيفرض على المزارع اللبناني أنا بدي يوميتي 45,000 35,000 بوقت اللبناني، يعني بأعلى المراكز ما عم يتقضى هاليومية. نعم. يعني لو إجا رئيس البلدية أو المختار قال لهم إنه حطينا تسعيرة رح يحمر حاله هالسوري ويروح على غير. أنا بعدني قبلان إنه يجي مزارع سوري ب 35,000 ب 40، بعدها هيدي نص مصيبة، لأنه ما بتلاقي لبناني يشتغل بهذا الشيء. بس الخطورة والكارثة لما بيجيكي سوري بيضمن هاي الأرض ب500,000 كل السنة، عم يضمن الأرض ب500,000 كل السنة من صاحب الأرض وهو عم ينزل يبيع المنتج، هون الخطورة. نحن هلأ أنا باليد العام للسوري، نحن طلع بجزين حتى أغلى عم يجون 35 و40، عم يجون 60 و70,000 بينا بغير مناطق أرخص. اليوم أنت بدك عمالي، بدك إياها سورية أو فلسطينية أو مصرية أو بنغلاديشية أو أسيوية، لأنه اللبناني نحن منصدر كواليتي، يعني منصدر سكيلد مانجمنت، سكيلد ليبر منسميهم، اللي هي اليد العاملة المتخصصة، المهارة. يعني اليوم دول أسيوية مثل الفلبين وبنغلاديش بتصدر عمالي، يعني لا أعطيكي فكرة ست شيرين حتفاجئ شوي، نحن حوالي 550,000 لبناني يعملون في دول الخليج، منحول على لبنان 7 إلى 8 مليار، في 8 مليون مصري يعملون
في الخليج بحولوا 4 مليار. لأنه نحن نتبوأ الوظائف المتوسطة العليا وراتب اللبناني أعلى من غيره. سو بنصدر كويت. فنحن حتى في لبنان ما بدنا أولادنا يطلعوا مزارعين، بدنا يتعلموا ويتثقفوا، بدنا يكونوا أصحاب مهن حرة، رجال أعمال، مش ضروري هلأ طبيب ومهندس، وبدنا يروحوا على المهن المهنية، الأشغال المهنية يعني، لأنه معلم بويا معلم هون. أنا ما بدي السوري يعمل معلم، بدي اللبناني يعمل معلم، وبدي أفرض على السوري ضرائب لحتى يصير مدخوله يعني مثل اللبناني. بس هون بده يعرف اللبناني كثرة الطمع بتضر كمان، ما هيك؟ يعني ما في كمان اللبناني يقول أنا معلم لبناني بدي أعمل سعر يصير كأني عم بياخذ مثلي مثل أي حكيم. في ثقافة بدها تفرض حالة. يعني بعطيك مثلا، نحن بعد الحرب العالمية بأوروبا صرنا نشوف المرأة اللبنانية الأوروبية والرجل الأوروبي عم بيشتغلوا ليل نهار، وما بقى في شيء اسمه الخدمات بالبيوت بالأرستقراط. أوروبا كانت هي أكثر ما عندها خدمات وأرستقراط ومدري شو، نزلوا على الحياة العملية بعد الحرب العالمية، لأنه قالوا نحن هلا بدنا ما نعيد بقى، ما بقى بدنا نسكر، ما بقى بدنا أعياد، ما بقى بدنا سيارات، ما بقى بدنا كذا، بدنا نتخلى عن العديد من الرفاهية اللي كنا نتمتع فيها قبل الحروب العالمية الأولى والثانية، وبدنا نروح على الحياة العملية لنرجع ننهض باقتصادياتنا. وفعلا تمكنوا من النهوض. لبنان لا، بعد حرب أهلية 15 سنة دمرت الحجر والبشر، وبعد كل الوصايات والاحتلالات بدنا صنع، بدنا أحلى السيارات، بدنا أحلى المدارس، بدنا أحلى ما في تعمل هيك. في شيء اسمه إذا بدك تصنيف طبقي للمجتمع، يعني أنت لما تصنف بطبقة مثلا لنقول متوسطة أو طبقة تنتمي، ما فيك تيجي تصرف مثل ما بتصرف الطبقة الغنية. إذا مدخولك أنت هالقد حدوده، اللبناني بتلاقي بيصرف أكثر من مدخوله، وما في بالانس بين بعضهم، وعنده طموحات كبيرة، وكل واحد بده يعمل مثله مثل أي رجل معه الملايين. خيي مو الملايين وصرف، ما عندك ملاليم صرف ملاليم، عرفتي؟ فيه ثقافة بدأت تتغير بهذا المجتمع، لكن الواحد يكتفي بالمدخول اللي بيقدر يطلعه حسب مهاراته وحسب كفاءاته. لأنه اليوم مين بيحدد مدخول الإنسان؟ وكلنا اليوم بدأنا من الصفر ومن تحت الصفر، وأنا رجل شخصيا كعصامي، بس كنت دايما حس أنه مدخولي عم يزيد قد ما عم تزيد خبرتي، قد ما عم تزيد مهاراتي، قد ما عم مش مدخولي لازم يزيد لأني أنا لبناني، أو لازم يزيد لأني أنا طموح، أو لازم يزيد لأنه أنا حابه يزيد. يحب يزيد، اعمل على تطوير مهاراتك وكفاءتك ونوعيه ساعات العمل اللي عم تعملها لحتى تقدر تعلي مدخولك. بدنا نروح على الناحيه السياسيه. سؤال يطرح، ناخب الجزينه بده يعرف هل اللي رزق حيخوض المعركه الانتخابيه؟ هو بالحقيقه اذا بدك البرنامج والنهج اللي اطلقناه كمجموعه وكالي رزق فاونديشن هو المرشح على الانتخابات حكما، اللي هو الإنماء والحد من النزوح. نحن طرحنا شعار الحد من النزوح هدفنا والإنماء يجمعنا والحد من النزوح هدفنا، هذا اللي عم نشتغل عليه. أي قوة سياسية، أي أشخاص مستقلين يتبنون هذا المشروع وبيحطوا خطط معنا وبيحطوا إيده معنا لتطبيقه، هن المرشحين وهن بيخدوا الانتخابات النيابية. وإذا ارتأت هذه المجموعة أنه اليوم بهذه المرحلة حسب قانون الانتخاب هي اللي بتحدد من هم المرشحين، حسب التحالفات اليوم هذا المرشح مع هالتحالف او مع هالقانون عنده حظوظ اكثر من هالمرشح مع هالتحالف مع هذا القانون، تعلن عندها الاسماء. نحن صرنا مجموعه من ابناء منطقه جزين بشوف حالي كثير فيهم، كلهم مؤهلين يدخلوا الندوه البرلمانيه، كلهم مفكرين، كلهم متعلمين، كلهم عندهم خبره ومثقفين. واليوم لما بينزل هذا القانون نحن صرنا اذا بدك مثل تيار، هو الانماء مجموعة تعمل على هذه الخارطة الطريق والرؤية. اللي رزق شخصيا ما بتهمه المناصب ولا طامح لأي منصب، وأنا بعتبر النيابي مثل أي مركز نحن الحمد لله منتبوأ، هي وسيلة لتحقيق الهدف. ونحن بنعتبر أي شخص أخذ هذا المركز أو هالوسيلة ليحقق لنا هدفنا بيكون هو مرشحنا ونحن بنمشي وراء. بيعتبروا أنك على علاقة جيدة وطيبة مع كافة الأطراف، الحمد لله، ولكن في اتهام يمكن هو ما له اتهام، ولكن بيقولوا اللي رزق قوت. ايه هذا شرف كبير. هلا طبعا انا تاريخي قوت، يعني انا من اللي ما بيعرفني منطقه جزين، في كثير من بيروت بيعرفوني او في بعض من منطقه جزين. انا من 75 76 دخلت الحرب مثل اي
شاب مثلي، وخط المعارك ان انا زي كتائب لبنانيه، وانا يمكن انتسبت الى حزب الكتائب بال 77، كان عمري 15 16 سنه، كان رقم بطاقتي 40758 بعد ذاكره، وحلفنا يمين ببرج حمود. بعدين عندما تعرفت الى الله يرحمه الشهيد الشيخ بشير جميل، رحنا مع القوات بعتقد من 79 او 80 لحين استشهد، خضنا معارك نحن مع القوات، وانا انصبت، يعني انا كمان من اللي انصابوا بالحرب قبل ما يستشهد الشيخ بشير بشي شهرين، كان عمري 19 سنة. بعدين لما استشهد الرئيس بشير جميل رحت على الخليج وتركت البلد. بس أنا تاريخي من المقاومة الأولى والحقيقية المسيحية اللي اليوم خلت لبنان أنه شركائنا بالوطن من الطوائف الكريمة الأخرى يقولوا لبنان أولا. بس أول من قال لبنان أولا وأول مقاومة لنلاقي لبنان اليوم بدنا نعطيهم حق ونعترف بجهود شهدائنا، واللي أنا كان عندي كثير منهم أصدقاء استشهدوا، لا نكون نحن بلبنان منشوفه اليوم، نحن المقاومة الحقيقية، ونحن أول من طرحنا شعار لبنان أولا، هذا شيء أفتخر فيه ولا أتنكر له. اليوم لما طلعت على منطقة جزين عم نتعاطى مع كل التيارات، مع التيار الوطني الحر، مع العائلات، مع البلديات، مع القوى السياسية، مع الكتائب، مع ما عندي أي مع حركة أمان، مع كوادر من حزب الله بالمنطقة، لأنه نحن عم نتعامل على هدف واحد هو إنماء منطقة جزين، وما عم نقوم بأي تفرقة إن كان طائفية أو مذهبية أو سياسية بهذا الخصوص. من هون لأنه حطينا هدف حطينا رؤية، وأنا أحترم اللعبة الديمقراطية التنافسية، وأحترم رأي المواطن، وأنا دائما بحب اللعبة الديمقراطية، وأنا أكره ما يسمى الديمقراطية التوافقية، يعني أنا بعتبرها أساس خراب هذا البلد، إنه منيجي منتوافق على اسم شخص ومنجيبه بس لأنه منعرفه ومنحبه مش على كفاءته. ونحن اليوم بانتخاباتنا البلدية ومجالسنا البلدية عانينا ما عانيناه من النفايات وعدم تطبيق اللامركزية، لأنه أغلبية رؤساء البلديات منجيبه لأنه صاحبنا وبيقربنا وحبيب قلبنا وزارنا وجرب قهوة، وعم ننتخب نوابنا لأنه عزينا وجابنا حد دعم ومنعرفه بيطلعوا شاب حلو وشاب طويل. لا، بدنا نسيب نختار على أساس الكفاءة. نحن اليوم بلبنان مش بحاجة نعمل ثورة، نحن بحاجة كل 4 سنين أن نعرف كيف نختار مرشحين على النيابة، لأنه البرلمان هو أساس اختيار انتخاب رئيس جمهورية وأساس اختيار رئيس الحكومة وإعطاء الثقة للحكومة ومراقبتها والإشراف عليها. يعني البرلمان هو أساس كل التشريعات وكل السلطات. من هون تبدأ أنت بالتغيير. لما أنا كمواطن بصير انتخب على أساس الكفاءة. اليوم بجزين حيترشح الكثير من الأبناء المنطقة المشوف حالنا فيهم، نحن اللي منلاقيه عنده الكفاءة وعنده الرغبة وعنده القدرة، مش بس عنده الرغبة، إنه يجي يحل مشكلة قضاء جزين اللي هي يفتح فرص عمل للشباب والصبايا ويكمل الطريق نحن وياه اللي بدأناها بتوظيف. أنا بعتقد اليوم يعني بفتخر أقول إنه صار عندي نسبة موظفين شباب وصبايا من منطقة جزين يعني أعلى بكتير من أي حدا عم بيقدر بالقطاع الخاص، ما عم نحكي بالدولة. أنا بحب أفتح فرص عمل بالقطاع الخاص، وعندي قد ما فينا قدرة نخلق فرص عمل لهذا. نحن بدنا يجوا ناس يحطوا إيدهم بإيدنا ويفتحوا معنا مشاريع لتوظيف ابن منطقة جزين، مش يفتحوا مشاريع لتأمين عمالة سورية أو فتح عمل للعمالة السورية. نحن لازم نتنافس بهذه الانتخابات مين بيوظف أكثر، مش مين بيخدم أكثر، مش مين بيجيب حيطان دعم أكثر، مش مين بيعزي أكثر. خلينا نقول خلينا نترشح على الانتخابات ونحط قدامهم كل مرشحين مين بيوظف أكثر عدد من قضاء جزين، خلينا ننتخبه. مين بيسوي أكثر لمنتجات جزين، خلينا ننتخبه. مين خلينا نحطها هيك نرفع الترند، نعمل ترند سيترز وخلون يربحوا، إن شاء الله يربحوا علي، لأنه النيابة هي فعلا يعني مسؤولية كبيرة وشرف كبير وتتطلب الكثير. مش بعد مش ما أقر قانون الانتخاب، نكون صريحين، 15 أيار هي مدة خلصت. نعم. والتمديد يلي توقف واستعمل رئيس الجمهورية حقه بإيقافه، نعم، رح تخلص المدة تبعيته. في حال بجزين ما تم التوافق بين القوات أو التيار الوطني الحر، هل ستشكل لائحة من القوات اللبنانية تكون حضرتك على هاللائحة، أم رح يكون في نوع من أنه لا في مرشحين مستقلين تابعين لها التيارات السياسية ولكن انشقوا، لأن الشعب اليوم
كمان رافض الفرض، يعني عم ينفرض عليه. الجواب عن هذا السؤال يعود إلى مسؤولية التيار الوطني الحر ومسؤولية الكويت. وأنا إذا الكويت قررت، وشفنا بالتحالفات وشفنا بطبيعة القانون أنه ممكن إلي رزق يقدر يكون حليف نتحالف نحن والكويت اللبنانية، بيكون شرف كبير لإلي، بس هذا قرار يعود إلى الكويت اللبنانية إلى التيار الوطني الحر. أنا أما بالنسبة لقانون الانتخاب، أنا عندي نظرية مؤمن فيها، ما بعرف ليه، والهي أنا الوحيد بالبلد المؤمن بها، النظرية التي تقول مش مهم قانون الانتخاب، شو ما كان قانون الانتخاب، المهم أنت يا مواطن تعرف كيف تصوت. العالم بتقول لي لا، كيف قانون الانتخاب مهم؟ يا اخي خليني اقول شغله، اليوم حزب الله بيهمه قانون الانتخاب؟ ما بعتقد، لانه الناس بتصوت له ولاء اعمى وبيعرف حاله، عنده جمهور بهذا الولاء. معناتها بتثبت هيدي صحيه نظريتي انه مش مهم اي قانون، المهم انت لمين تختاري، كيف تختاري، كيف تقترعي، كيف تصوتي. يعني اذا كان اليوم المواطن مقتنع بيختار على اساس الكفاءه، شو يعني كفاءه؟ شو تحدد كفاءة مجلس النواب؟ أن يكون له القدرة على التشريع لأنه هو مشرع، أن يكون قادر على محاسبة الحكومة ولا يقدر يحاسب الحكومة بده يكون هو شو نظيف الكف، أن يكون عنده قدرة على استعمال نيابته بالاتصال بالسلطات الدولية والخارجية والكذا لتسهيل تشريعات وقوانين تسهل فتح الاستثمار وتكبير حجم الاقتصاد، لانه هيدي نحن عندنا قوانين كثير بمجلس النواب بعد من ايام الانتداب الفرنسي بحاجه لتطوير لنقدر نسرع ونسهل عمليه الاستثمار وتكبير حجم الاقتصاد، مش هيك؟ ان يكون عنده هيدي القدرات وهيدي الكفاءات لما بنيجي بنختار نحن بجزين على الدائره الفرديه ولا على القضاء ولا على المحافظه ولا على اي شيء كمواطن من كل لبنان، انا ما بقول بس المواطن الجزيني، انا بدي ثقف المواطن اللبناني، كل لبنان عم بيختار هالكفاءات ساعتها على المحافظه، لبنان دائره واحده، لبنان ما عندك مشكله فيه. نحن مشكلتنا وين بتكون؟ انه عم نختار مجلس نيابي عم نشوفه، شفنا حتى عنا بقضاء جزين، يعني اذا بدنا نعمل تقييم في عنا نائب ما شرف 9 سنين، يعني ما شفناه، انا ما بعرفه اذا شفته، عم بلا سمعت صوته لما رجع على المطار اتصل بفخامه الرئيس الجنرال ميشيل عون وقال له فخامه الرئيس انا رجعت لصوت لك، او مو جنرال انا رجعت لصوت لك، واختفى ما طلع يمكن على منطقه. طيب هل هذه التجربه نحن بدنا اياها؟ نحن صحيح مجلس النواب هو مسؤول عن كل الوطن وبشرع لكل الوطن و 122 نائب، صحيح اليوم بدنا نائب يكون هو ممثل لكل لبنان لما يوصل على الندوه اللبنانيه، بس كمان هو ويمثل كل لبنان يهتم بهالمشكله اللي عندنا اياها قضاء جزين، الا وهي النزوح واللي كل قضاء عم بيعاني منها. واذا كل يوم ممثل من منطقته مش هيك اجى قال انا طالع بدي حل مشكله قضائي منطقتي، ما بقول عليك مشكله، ولكن الوعي اللي بدك تخلقه اليوم بالناخب عم نفصله، في ناخب مسلم وناخب مسيحي، والناخب المسيحي عنده كتير قيادات، يعني عنده مثل ديمقراطية، ولكن الناخب المسلم عنده كقيادة سنية الحريري هن ونجيب ميقاتي وبيت كرامي اللي كمان انخفضت هيدا الزعامة. من ناحية تانية عند الشيعة في ثنائي الشيعي، لو في معارضة ما عم تبرز هالمعارضة، يعني إذا انطرح القانون النسبي الكامل بده يصير في خلص في حكم للمسلم. خليك اليوم ما يوعيك إذا بدك إعادة بناء الدولة والنوعون، كنا نحن ما عم بقولك ما عنا نحن تفجيرات أمنية كل يوم، ما عنا حرب أهلية الحمد لله، ما عنا مشاكل، شو اللي عنه؟ عنا بعده فريق حزب سياسي يمتلك السلاح، وهذا السلاح صحيح مش كل يوم عم يجي يهددني فيه وفرجيني من الشباك، بس عند اي استحقاق عند اي مفصل عم نشوف هذا السلاح بشكل او باخر، ومن منا لا يتذكر 7 ايار، ومن منا لا يتذكر القمصان السود، من منا يتذكر رفعه اصبع بتهز بلد، يعني لانه يمتلك السلاح وخارج اذا بدك لهلا سلطه الدوله، وعم يمنع الدوله ببسط سيادتها على كل الاراضي اللبنانيه، لانه في بعض الفصائل الفلسطينيه المسلحه من هنا وما هناك، وفي بعض المناطق تعتبر عاصي على 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 الدوله. نحن اليوم اللي عم نساله لهذا الفريق السياسي، لان احنا بنشوف حالنا باداء وزراء، وانتبه نحن انا بشيد كثير باداء وزراء حزب الله، وخاصه مع الوزير حسين حاج حسن كوزير صناعه من احسن الاداء بوزارة الصناعة، بس نحن عم نحكي بالسياسي انه مواقف حزب الله او
أهم خطوة يجب على حزب الله أن يعملها يجعل أنا تحكينا في الدولة، أنا بدي أقوي الجيش اللبناني وأنا بدي أحط كل خبرتي بالمقاومة مع الجيش اللبناني وبسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. لما بتعمل هيك ترجع بتثقف المواطن. يعني اليوم نحن إذا بدك كقوات لبنانية أو كقوة مسيحية بالسبعينات أول ما أطلقنا لبنان أولا السني أنا ذاك إذا بدي أحكي مفهوم طائفي كان عنده عبد الناصر أولا، القومية العربية أولا، البدكية أولا، اليوم عنده لبنان أولا. اليوم الشيعي مثلا كمان عندما يكون هناك لأنه ما في هاجس السلاح والهيمنة الميليشياوية اللي عم بتصير على هذا الشارع حتشوفي قوة مستقلة شيعة بتقدر أنها تمارس سياسي. بس أنت اليوم عم تلاحظي ست شيرين أنه أي مرشح بده يطلع من الشيعة بيجي ويأكل قتلي ويتعرض ويعمل. وحتى اليوم عندنا بقوة 14 أدار في ناس تسأل خيي هالقوة ليش هيك فرطعي لك يا خيي تم اغتيال 15-16 من قضاتها المثقف والمحايد والمتعلم هني ما اغتالوا الصقور بهذه القوة، تم اغتيال المفكرين المثقفين. لحتى صار إذا أنا أوقات بدي أطلع أحكي على التلفزيون وجيب سيرة حزب الله أول شيء أهلي وأصحابي وحبيبي بتلفنوني انتمي حيقتلوك. يعني رسخوا إذا بدك فكرة الخوف، صار المواطن اللبناني خايف لأنه بيعرف اليوم ما في دولة تحمي. أنا بتذكر أنا من الجيل اللي بيتذكر عنصر فرقة 16 بالحمرة لما كان ينزل بالبراير الأحمر يوقف شارع الحمرة، اليوم نزليله لابني أنا راحت فرقة درك. يعني أنه مش مثل ما أنا كنت خاف من عنصر بفرقة 16 مش هيك. بدنا نرجع هيبة الدولة، سلطة الدولة، سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية لحتى نرجع نقدر ننصرف سوا إلى بناء مواطنية لبنانية وثقافة الدولة. بس اليوم لما بيكون في هيمنة على كل مكونات السلطة، هيمنة من بعد الأحزاب أو الأشخاص اللي بتستعمل الأحزاب بتحت شعارات طائفية مذهبية بتسنر شوارع، وبهالهيمنة بتيجي أنت إذا بدك وظيفة بدك خدمة بدك 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 ترتطمين بتلك القوة، بتصير مضطرة مجبر أخاك لبطل أن يروح يصوت لهي القوة يا خيي وظف لي خيي وظف لي بنت خيي. لما بنروح بكرة على الحوكمة على الإي جوفرمنت وبنمنع الاتصال مباشر بين الموظف والمواطن بنكون بلشنا نحل. لبنان اليوم عنده عدوين، يعني أنا دايما بقول بالجغرافيا لعنة الجغرافيا أنه البحر أمامكم والعدو جنوبكم وشرقكم وشمالكم وغربكم، يعني هذا لعنة الجغرافيا. طيب اليوم نحن شو اللي عم بواجه لبنان أكثر شيء خطر، يعني عم بيهددوا الإرهاب، خطر الإرهاب والفساد. الفساد اللي بينهج كل مفاصل الدولة اللي هي الوصاية السورية زرعته فيك. يعني إذا كانت إسرائيل فتكت بالحجر ودمرت لبنان بالحجر، سوريا فتكت بالبشر، زرعت لك بمفاصل الإدارة وبذهنية اللبناني ثقافة امتدت على 30 سنة اللي هي الفساد والسرقة والنهب وما في أجهزة رقابة وما في قانون وما في عدالة. شو تعليقك على القرارين اللي اتخذوهم من ناحية وزير الشؤون الاجتماعية بيير بوعاصي ومن ناحية تانية وزير الإعلام اليوم واقع بمشكلة في 100 موظف مش بحاجة لهم الوزارة وعم بيشكلوا مثل عجز على الوزارة، ومن ناحية ثالثة سمعنا انه كمان الوزير حصباني متجه لنفس الاتجاه اللي عملوه زملائه. انا اللي تفاجأت بشكل ايجابي من الرأي العام اللبناني انه كان كله مش متوقع من القوات الا هيك، وهذا دليل على ممارسة وزراء القوات بشفافية وبكل مصداقية وبكل حرفية بوزراء. والحمد لله كل الوزارات اللي تبوأتها القوات فعلا بتعكس اذا بدك اخلاقيات القوات اللي الناس ما بتعرفها، اللي الناس اخذي فكرة غلط. نحن لما كنا عم نقاتل وحاطين دمنا على كفنا ورايحين كنا بهدف تحرير لبنان، لا بهدف السرقة ولا التصلبط ولا ولو يمكن بالحروب كلها بيصير في بعض الممارسات الشاذة. بس اليوم نحن اللي عم نشوفه من وزراء القوات بيرفعوا الراس وبيكبروا القلب والله يعطيهم ألف عافية، وهيدي إذا بدك ذهنية القوات اللي هو بالنفس. والقوات منا بطاقة، القوات أسلوب عيش ومسيرة وقناعة وبروف. أنا رغم كل الاعتقال السياسي اللي تعرض له الدكتور سمير جعجع خرج من معتقله السياسي وراح لقى أنه القوات بعضهم قوات وما منتغير. يعني لو مدة
بقى هذا نهج، هذا النهج نحن منا متوعين غيره. حتى بأحد المحادثات اللي كانت بينه وبين الحاج حسن، نحن كنا هيك طيارة خاصة راجعين عليها، قلنا له الحاج يعني انت بدك شايف انه احلى ممارسة وزراء هي القوات اللبنانية؟ قال لي مزبوط بنعترف ومش احسن. قال لي انا والله ما بحب اتعامل الا معه وما بزور الا هني. يعني حتى بتلاقي حتى مع الحزب والقوات شو الخلاف؟ الخلاف بسوريا وايران والاولوية الخارجية اللي كان نحن خلاف اذا بدك نحن والسنة يا خي لبنان اولا مش الجامعة الدول العربية. اليوم بينما بالداخل بتلاقي بممارسة السلطة ومواجهة الفساد القوات هي رأس حربي بهذا المشروع قولا وعملا. قولنا والعمل، لأنه كمان دكتور سمير جعجع والقوات اللبنانية بيطبقوا هذا الفكر وهذا النهج. واليوم نحن برجع بقلك نحن منجاهر بهذا الانتماء، ولو يمكن بده يكلفنا معهد نيابي او لو بده يكلفنا، لأنه نحن مش طامحين لسلطة. نحن اذا وسيلة السلطة وصلنا لها هي لا تطبيق إذا بدك ما نؤمن به هي لبنان اللي 10452 كيلومتر اللي طرحه الشيخ بشير الله يرحمه، دولة قوية. يعني رئيس شهيد شو عبر بهال 21 يوم لما عمل رئيس جمهورية وعيشنا بحلم دولة قوية وعادلة وحازمة. آخر سؤال حأسألك يا عن السياسة الداخلية وعن جزين. بارح كان سفير الكولوني بجزين خاص جزين بزيارة، شو فيك تخبرنا شي سر أو شي عنهم؟ بالعكس هذه زيارة من جزاء وبرافو على الشباب الطيبة اللي دعيوه اللي قاموا بمرافقته، إن كان برئيس البلدية الأستاذ بول قطار ولا الأستاذ أنطوان شيطوني شاهين أو المختار توني عون، ورافقوا بهذه الجولة. ونحن ندعو كل الشباب بمنطقة جزين على العمل مع كل السفارات لتسور القضاء وقد ما فينا. هي أكيد لتسويق منطقة جزين. أي زيارة اليوم أي حدا بيقوم بأي مبادرة دعوته لجزين بتكوني عم تشتغلي على تسويق هالمنطقة. وأكيد أنا بسمعه من كل السفراء أصحابنا، وبآخر غدا كنا فيه بجبال كلهم عم بيشيدوا بقضاء جزين. ونحن إن شاء الله كمان مع هالشباب حنحضر لدعوة كل سفراء الاتحاد الأوروبي لزيارة جزين. بدنا نركز كثير على هالزيارات، وأي سفير بيطلع أي جهة دولية بتطلع حينقل حيعكس مشاهداته بجزين، وهذا حيساهم بتفعيل القطاع السياحي. يعطيهم ألف عافية. حنظهر على السياسة الخارجية. لقاء الملك سعود بالرئيس السيسي، أدي إلى تأثيرها على المنطقة العربية؟ لا، التأثير كتير مهم، لأنه اليوم كلنا بنعرف ريادة المملكة العربية السعودية للشارع العربي ومصر، دور مصر الريادي الدائم. باتفاق تلك القوتين بيكون حدث يعني حد مانع ل ودعم ومانع لمشاريع إذا بدك إيران التوسعية بالمنطقة. اليوم مما لا شك فيه أنه هناك عواصم عربية تتعرض إلى شتى أنواع التدخلات الخارجية بعواصمها، واللي عم بيخليها لا تنعم باستقرار. نحن لبنان كعضو مؤسس في جامعة الدول العربية وك يدعم قرارات أشقاء العرب، هذه الناس دي بالدستور، ما علينا إلا أن ندعم كل توافق عربي وكل جهود عربية لإذا بدك إحلال السلام بهالعواصم العربية اللي عم تتعرض للأسف من هذه التدخلات الأجنبية. لا أمطر حدال في عنا تأثير خارجي بين إيران من ميلي والسعودية من ميلي على لبنان، يعني اليوم أفريقيا مرتهنين للخارج. بالحقيقة السعودية ما عندها تأثير على البلد، مع أنه كانت تتهم. لأنه أنا بقول لك شو، نحن إذا بدك نحن هذا الخط منا شاطرين بالإعلام مثل الخط الآخر. كان أيام هتلر عنده جوزيف جوبلز المستشار الإعلامي كان عنده شعار شهير، كل ما كبرت الكذبة كل ما الناس صدقتها، كنا نسميه الإعلام الجوبلزي. إذا بدنا نيجي نشوف بالممارسة، كانوا يقولوا السعودية تضع فيتو على مرشح لبنان، كنا نقول لهم يا خي ليس هناك أي، ونحو إجا الجنرال مشان رئيس جمهورية، وأول من بارك هذا الانتخاب المملكة العربية، وأول من دعا إلى زيارة المملكة العربية السعودية. يعني اليوم تتهم المملكة، بينما المملكة إذا بدك عم تدعم لبنان ثقافيا، وهي سعادة القائم بالأعمال عم بيقوم به نشاطات ثقافية. أنا هون كمان ما بدي بين كتير مدافع عن المملكة قد ما بدي أعطي الأمور بواقعية حسب الأفعال.
واليوم هي السعودية عم تدعمنا كمزارعين نحن بجزي، وهياني أنا ماروني لبناني أمتلك سجلين تجاريين في المملكة وأمارس أعمالي مثل أي مواطن سعودي، وما عندي شريك سعودي أو كفيل سعودي. طيب كيف يعني، وين عم تتدخل بأطراف عن أخرى؟ وكلنا بنعرف اليوم الأوضاع المالية للتيار المستقبل منها سر على حد، بينما في المقابل نرى أن إيران تدعم فقط حزبا، وعم تدعم حزب الله ليقوم بمشاريع أقليمية تخدم مصالح إيران الأقليمية بغض النظر عن المصالح اللبنانية. بدنا نقول الحقيقة مثل ما هي، لأنه برجع بقول لك أنا ست شارين لو بدي أعمل نائب بروح عند الجنرال عمرو، بروح عند جبران بقول له مرحبا التيار أنا بدي أعمل نائب. نحن ما بدنا نعمل نواب، إذا لقينا في وسيلة وأهل منطقة جزين بدهم إيانا نوصل، نحن بدنا نوصل بهالمبادئ وبهالأهداف، وبدنا نوصل نقول الحقيقة مثل ما هي، ما بدنا نوارب مشان أي مركز أو منصب. وأهل منطقة جزين ما بدهم هيك، بدهم المقلب الآخر، صحتين على قلبهم. بالعكس نحن بنحترم الخيار الجزيني، ولكن اليوم الحقيقة يجب أن تقال أنه على إيران أن تكف عن دعم جهة لبنانية للقيام بأعمال دولية ومنطق. يعني اليوم بيطلعوا لك بعدة شعارات أنا هون عم بمنع داعش وأنا هون. طيب فرنسا إذا بدها تمنع داعش يضرب بالشانزليزيه بتروح تحتل بلجيكا؟ هو طلع من بلجيكا. خلينا لك بكرة نقول له لأولاند ولا المرشح الرئيسي الجديد، ليك خي عم بيجيك هالإرهابي من بلجيكا، احتل بلجيكا الله بعينك مشان تمنع الإرهابي مثلا. نحن سمعنا أنه حزب الله طلع على سوريا بالأول دفاعا عن المقامات المقدسة، رجعنا سمعنا تحت أي تحليل فجأة لقيناه باليمن، صارت المملكة العربية السعودية تظهر تسجيلات أنه هذا باليمن وعم بيدرب ناس تقوم عمل إرهابية وهذا اسمه حزب الله. أنا كتير حكون مستاء وكتير بكون مستاء عندما تحول سماحة السيد حسن نصر الله من بطل قومي عربي بال2006 عندما قام بقصف المدمرة الإسرائيلية بالبحر. كنا في المملكة آنذاك أنا وعائلتي عم نتجول بأحد المولات، وشفنا كل الشعب السعودي ركع على الأرض وقال الله أكبر، عم يكبر على ما قام به البطل آنذاك سماحة السيد حسن نصر الله. كتير بتأسف اليوم تحول هذا الحزب من مقاوم باتجاه العدو الصهيوني، واللي لم يكن لينجح بمقاومته لو ما كل فئات الشعب اللبناني ومجتمع الشعب اللبناني وقف معه بهالمقاومة، وانفرد بقراره دون الإجماع اللبناني الذي نص عليه اتفاق الطائف بأنه يطلع على سوريا بموافقة كل اللبنانيين. مثل بيقول لي أنا خي هلأ حابب افتح معركة على إسرائيل، خي تبا بلغني قبل أن أنزل على الملجأ، مش هيك؟ بروح بفاجئك بيفتح لك معركة على بواب صيف، بدمر البلد، بيرجع بيقول لك أنا أحرر لك إسرائيل. يعني أوكي، ونحن مجبرون أخاك الله بطل دمر لك البلد، دمر لك الاقتصاد، وبيرجع بيقول لك خي أنا عم بعمل لك جميل وبدك تشكري مثلا، عرفتي كيف؟ طيب بسوريا نفس كذلك الأمر، باليمن، بالبحرين، وبيصير بده يعطي رأيه بالبحرين. خي أنت لا يحق لك أن تعطي رأيك بالبحرين، عم تتدخل بشؤون دول، كما لا يحق لأي فريق آخر أن يعطي رأيه بأي شيء أو أن يشتم أو أن كذا. نحن علينا الانصراف كل القوى اللبنانية على معالجة شؤوننا وشجوننا وعلى إعلاء تكبير حجم اقتصادنا والتعاطي بشأننا الداخلي. وتفضل يا حزب الله بمقاومتك حتى مع الجيش اللبناني على حدود اللبنانية ضمن الأراضي اللبنانية، وقم بالدفاع عن كل من تسول له نفسه بالتعرض لك. وهيين أهل القاع لما فاتوا عليهم 8 إرهابيين 5 وقفوا بوجهن واستشهدوا، 5 عندما تكون هناك إرادة. ولما بيجي نحن أي محتل على أرضنا، نحن معودين نحن وصغار كان الإسرائيلي ولا الفلسطيني ولا السوري ولا أي حد، بنعرف كيف نوقف ونواجه، ما منخاف من حدا. بس بروح أنا على سوريا وعلى اليمن وعلى بوسنة، اكتشفنا مرة أنه كان في حزب الله بالبوسنة. أنا لبنان بصدر إرهاب ولا بصدر حضارة وثقافة؟ أنا استشهدت واستشهدوا العديد من اللبنانيين دفاعا عن هوية لبنان، شو دور لبنان بالعالم. لأجي اليوم أرجع أنا عندما أسافر إلى أي دولة أصنف أني أنا إرهابي، تضع علي كل هيدي الإجراءات المصرفية العالمية الدولية. ليه؟ لأنه إيران حابة تعمل مشاريع تقسيمية بالمنطقة. أين مصلحة لبنان؟ هذا الموقف اللي بدنا نقوله، وهذا الموقف المقتنعين فيه. ولو هذا الموقف بنعتبر نحن أنه في بعض الأفرقاء والأشخاص لا تعترف فيه لعدة أسباب مصلحية، بس الحقيقة ما فينا إلا من تعليقا على هذا الموضوع، في عقوبات أمريكية ستطرح على حزب الله ورح تأثر على طبعا التحويلات المصرفية وعلى تحويلاتنا، والحاكم مصرف لبنان دكتور رياض سلامة عم يقوم بجهود مشكورة كل مرة، لأن نحن نرقع لأخطاء. يا خيي طلع لي من سوريا، طلع لي من اليمن، طلع من كل هالشي،
واي لبناني ان كان مستقبل ولا قوات ولا عم بده يروح يقاوم باي منطقه بالعالم بدنا نكسر له ايديه، مش هيك؟ يعني تصوري بكره اذا ما تعرض له الاقباط في مصر، روحوا يا قوات لبنانيين نطلع على الاقباط بمصر ونشوف كيف بنعمل لكم مقاومه مسيحيه. شو هالحكي هذا؟ نحن خلينا بالاول نعمل على احلال السياده على اراضينا اللبنانيه قبل ان نبحث عن السياده بسوريا. انت طالع دفاعي عن سياده سوريا، ها تمنع لي الارهاب وانا عندي بؤر ارهاب في مخيماتنا الفلسطينيه وما رايناه. جولة إعلامية طبعاً على الحدود اللبنانية طبعاً حاول دغري يتلقفها رئيس مجلس الوزراء رئيس سعد الحريري مع قيادة الجيش مع موقف رئيس الجمهورية. أنا أكيد أنه هذا موقف صارم وحازم من الجنرال ميشيل عون الذي لا يقبل بشرفه العسكري وبشرفه الوطني وبالدستور الأقصى عليه. أنا أؤكد أنه لا يقبل أبدا فخامة الرئيس أن تتعرض سيادة لبنان أو الاتفاقيات الدولية إلى أي انتهاك. هذا 17-01 هذا منه مسحة، هذه دول اليوم أي تحرك من هذا النوع خدمة لمشاريع إيران اللي هي تحرص على أن يكون لبنان بحرب مع إسرائيل وبدها تحارب إسرائيل بحدود لبنان. نحن سئمنا كل الدول التي تحارب بعضها على الأراضي اللبنانية، وقفت هالقصة عنا، وعلينا أن نعمل على إعادة سيادتنا إلى ما كانت عليه سابقا. اليوم كلنا بدنا نوقف ضد هذا التصرف اللي يعرض لبنان إلى خطر اجتياح أو اعتداء إسرائيلي على أبواب مواسم صيف، لأنه هالمرة لما عم نوقع ما بقى في لا باري 1 ولا باري 2 لا بقى في اي دوله تعطينا اي مصاري نوقف عجرينا. واليوم على حزب الله ان يعي انه لبناني، ان يعود الى لبنانيته وان يبتعد عن ايرانته. اخر كلام معقول تقوله لشارع الجزينه وللناخب الجزينه بالاخص؟ نحن بدنا نقول له للناخب الجزينه ان يحسن الاختيار، لانه كما تكون يولى عليك ما يعمل ولاء شامل وتصويت بس على خدمات صغيرة لمصلحته، يفكر بمصلحة المنطقة كجزء. لو نحن كلنا فكرنا مصلحة لبنان مصلحة المنطقة قبل مصالحنا منلاقي انه كان لبنان بألف خير وكانت منطقتنا بألف خير.